معنا اتصال آخر. حياك الله سيد حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي يا حسام. يعطيك العافية أستاذ بلال. الله يعافيك ويبارك فيك سيدي الكريم. الله يحفظك يا رب. كل عام وانت بخير. انت بخير علينا وعليك يا رب. يا هلا ومرحبا سيدي. الله يسلمك ويبارك فيك. أستاذ بلال، أنا في عندي مشكلة ما راح أطول فيها إذا في مجال، بس تفضل حبيبي. يعني الله يسلمك. أنا في عندي حالة اشتباه بوجود سرطان. الله لا يقدر. آمين. لا لا أبعد شر عنك. عندك ولا عند مين عم تحكي؟ لا عندي أنا. إيه؟ في عندي انتفاخ بالرقبة، وصار له شيء 4 شهور تقريبا. طيب. وعم حاول راجع المشافي، المشافي ما عم يقدر ياخذوا لي خزعة. لحتى رحت اخذ شيء على مشفى خاص. وعملت ايكو، وعملت يعني تصوير ايكو، وعملت تحاليل الغدة الدرقية. طيب. طلع في عندي التهاب بالغدة الدرقية، وفي تضخم بالغدة اللمفاوية. وعندي التهاب بروستات مزمن. هاي نتيجة يعني ترجمت التقارير اللي طلعت عندي، لكن ما عاد عندي إمكانية إنه يعني أسحب خزعة من المشافي الخاصة. صرت نفرجي هاي التقارير اللي معي لكذا دكتور سوري، والله العظيم قالوا لي فورا لازم تأخذ خزعة، يعني قبل كل شيء لازم متأكد من وجود سرطان. وأنا وزني كل ما عم ينزل وما عندي آمنية للأكل، يعني الله لا يقدر، لكن في بوادر إنه يعني صراحه. لا لا لا. الله لا يقدر. بعيد شر عنك سيدي، قد تكون يعني شغله بسيطه وبدها علاج بسيط، بس هي الخزعة المحتاجينها نحن. ايه انا بدي بس في حدا اذا بتح يعني بتحسن وتتواصل مع شيء مشفى. طبقا معامله الاطباء شوي كانت سيئه، يعني انا بأورفا. تمام. انت من أورفا عم تحكي؟ ايه بأورفا. طيب طيب وبأورفا نفسها يعني ما في اي مجال، يعني في يعني ما في مثلا احد الاطباء السوريين عم يشتغل ببعض المشافي التركيه بتعرفه هني؟ لا 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 ابدا. المشافي اللي بأورطا ما فيها ولا واحد سوري بيشتغل فيها، في مراكز خاصه يعني مثل المراكز للمهاجرين وهدول، لكن هاي المراكز ما يعني ما فيها خزع، ما تعتبر. طب هن ما بيقدروا يحولوك على مستشفى هدول؟ لا أقدر. انا رحت على مركز المهاجرين، بقدر اسمي اسماء اطباء؟ لا يعني بغض النظر، يعني ما راح نعرفهم من هنيك، لكن الفكرة هن ما يعني ما من صلاحياتهم مركز مهاجرين انه يطلب تحويلة لك المستشفى من اجل اجراء خزعة؟ لا لا لا، انا حكيت مع دكتور جراحة بمركز المهاجرين. طب شو اسم المركز؟ مركز المهاجرين. هاي مراكز المهاجرين هي يعني بتفوت فيها على الكملة، لكن هي مستوصفات ما انا. طب مركز مهاجرين باي منطقة هو؟ بغلار باش. شو هو؟ المنطقة اسمها بغلار باش، لكن ما استفدت منه شيء يعني. طيب. أنا رحت عليها وقال لي أنا ما بقدر أعمل لك حوالي. طب الدكتور اللي رحت لعنده هنيك عنده رقم، عندك رقمه كذا؟ طبعا عندي رقمه. طيب. حكيت مع جمعية، حكيت مع مع مع, مع جمعية. قالوا لي نحن رح نحكي مع مشفى الأورام اللي بأوروبا، طبعا هو مشفى اسمه المشفى أسامة. طيب. قالوا لي ما في حجز قبل شهر. طيب انا صار لي شيء 4 أشهر تقريبا، وهذا المرض يعني اذا ما انكشف ببدايته. طب بدي اسالك سؤال كثيرة. يعني انت المشكله، بس بصراحه جاوبني، المشكله هي فقط بانه انت بدك تاخذ خزعه وما في غير نعم. مستشفى خاص، بس ما في امكانيه ماديه. ايه. طيب قديش هي تكلفه الخزعه؟ هلا انا سالت دكتور، في دكتور اسمه عبد الرحمن زينو، انا سالته قال لي حسب مكان الورم، فانا قلت له الورم عندي اياه بالرقبه. قال لي الرقبه اعطاني بشكل تقديري شيء 2003، وبالبدايه بدي فوت ارجع اعمل دخول من جديد على المشفى وارجع اعمل تصوير ايكو. يعني هاي شغله شيء 500-600 ليرة التصوير، يعني ايكو بالبدايه بنحكي ما بين يعني 3000 ليرة هيك شيء، ما تقريبا 3000-3500، لانه يعني بجوز عم اقول لك تصوير، يعني اعمل تصوير بالبدايه، يعني ارجع اعمل ايكو بالبدايه وحق الخزعه بس. طيب شوف يا حسام، نحن نسال الله سبحانه وتعالى انه يكون في الان احد عم يسمعنا من الناس اللي قلبها لله سبحانه وتعالى، تمام؟ وهؤلاء يعني انا متاكد 100% انه ما بيقصروا، وثقة بمسك اف ام، وثقتنا فيهم نحن يعني عالية جدا جدا جدا. نحن كل ما نطلبه منك الآن انك تبعث معلوماتك على الصفحة هون عنا من خلال الفيسبوك، تكتب انا اللي اتصلت كذا،
عرفت علي؟ ونحن إذا الله سبحانه وتعالى قدرنا واستطعنا أن نفعل شيء فرح نتواصل معنا. أبشر سيدي كريم، وإذا حدا تواصل معنا أبشر بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع الخير أبدا بإذن الله. أبشر إذا في مجال كمان، أنا بعتذر إن شاء الله ما أول عليك. إذا في مجال أنا بس يعني روح على المشفى، هو يروح معي على المشفى، أنا ما بدي شيء لأيدي، يروح معي على يا المشفى. سيدي نحن واثقين بهذا الأمر، يعني ما حدا يعني ما حدا اتصل على الهواء أنت مشان وما حدا رد علي وما حدا يعني عار أي اهتمام، وصارت الناس تحكي أشكال وألوان، وفي حدا الله يجزيه خير دلني عليكم، وقلت إن شاء الله خير سيدي. أبشر أبشر بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشر، الله يحفظك، الله يحفظك يا سيدي. السلام عليكم سيد هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي، الله يعطيك العافية. ما يتطير عليك التسبيلات. لا ولا همك سيد. أريد أساعد الشخص اللي انتصر من شوي اللي مرضاه. أنت تساعده؟ إيه. يعني شنو بدك تساعده؟ عندي قول لي هاني. أقول على هوا عادي؟ قول قول قول، أنا عم أسألك. عندي في البيت لجوز جوز هلا وأخات عندها بدي أعطيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طول بالك يا هاني، هذول يمكن تبع أهلك، يعني إن شاء الله، يعني الله يبارك فيك ويبارك بمالك ويبارك بأهلك، والله يجزيك الخير على هذا الشعور الطيب إن شاء الله يا رب، هيك إن شاء الله الأجر يكون وصل. نحن إن شاء الله نأمل من الناس المقتدرة والناس اللي مع أنه يتواصلوا معنا، صدقني أنه الآن يمكن هو عم يسمعك حسام ويكبر فيك هذه الشغلة، لكن لا والله ماني بحاجة، هو أبدا مني. طيب يا هاني يا حبيبي، خلينا نحن نحكي بعد الهوى، تمام؟ وشوف أنا هذا الموضوع معك، وإن شاء الله الله يجزيك الخير. أنا تمام. أجيك للإذاعة أعطيك إياها. الله يجزيك الخير يا هاني، والله ما بتأثر، كفو يا هاني، والله سبحانه وتعالى يعوضك الواحد بألف بإذن الله تعالى، طول بالك. والله ما هي بحاجة، حاطن هيك الاحتياج. الله يحفظك يا هاني، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب نحن بنتواصل بعد الهوى سيدي الكريم، وأبشر بالخير، رقمك موجود عندنا. تسلم يا هاني، تسلم يا حبيبي.